اكيد ديما بعد الانتصار تكون اجواء طيبه، اجواء منعشه، تكون معناها الملاعبين يعني في معنوياتهم مرتفعه بكل صراحه. صحيح انتصار معنوي مهم خاصه في المرحله هذه، بالذات المقابله لازم نحضروها كما يلزم ضد النجم الراتسي ان شاء الله الاربعه الجايه، لازمنا ننتصروا، ما عندناش حتى خيار امام حتميه الانتصار وتحقيق 3 نقاط باش نحسنوا وضعيتنا في الترتيب وناخذ اكثر ما يمكن من النقاط في انتظار مرحله الاياب. تعرف جاي ميركاتو، جاي فتره طويله نتاع يعني راحه، لازمنا نحضروا كما يلزم لمرحله الاياب، نعزوا الفساد البشري، اكيد مش كنا جلسه مع الاطار الفني باش نقيموا مرحله الذهاب، باش يكون فما تقرير مفصل على مردود اللاعبين في كل المراكز والخطوط، ونشوفوا ان شاء الله نقيموا المرحله. اكيد اللاعبين اللي قدموا الاضافه باش يبقاو، فما لاعبين للاسف اللي بدات ما تاقلموش ولا ظروف ما كانتش يعني في صالحهم باش يعطيو ويقدموا الاضافه باش نلقاو معاهم حلول سواء بفسخ العقود او مراجعتها. اهم شيء توا نركزوا في الايام القادمه على مقابله رادس، فرحنا نهار مقابله العمران بعد صفحه وطويناها، توا ما عملنا حتى شيء، اكيد ضيعنا عديد النقاط، توا يلزمنا نتفاداوهم ويلزمنا توا نعوضوهم كيما يلزم، ما عادش عندنا حق باش نضيعوا نقاط اخرين. ان شاء الله نحققوا الانتصار ضد رادس، ومن بعد لكل حدث حديث عنا الوقت ان شاء الله باش نراجعوا امورنا ونصلحوا، واذا كان فما اخطاء اكيد باش نتلافوها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للاحبه شبيبه. البريم مش يتوفر مسؤوليه، راهي البريم سهل فيه هي اللاعبين بالاداء بتاعهم وباللعب هو اللي يجيب البريم، اما اذا كان فماش ما فماش معناها مجهود من اللاعبين ما تحشم باش تمشي الواحد تطلب منه بريم. يعطيهم الصحه للثلاثه ماتشات هذوما ما قصروش، معناها الاداء شويه نتيجه كملت في ماتش العمران تاكيد. شوف الجمعيه الوحيده في تونس، واذا كان انا صادق، اللي تلعب في 8 لاعبين اولاد جمعيه، شوف الناسيونال ا والبي، ما نتصورش كان سور تيرا عندهم 8 من مركز التكوين نتاعهم، ما نتصورش. واذا كان فما بوتيترا فما جمعيه ولا 2، لكن الشبيبه ان شاء الله رجعت للقواعد بتاعها ورجعت للقوه بتاعها، هي شبابها وهي اولادها. شفتوا الماتش هذا والماتش الجاي وتشوفوا راهو مش ولادنا برك، حتى الاخرين الريكروتي اللي يعاونوا يتسموا ولادنا. الحمد لله على كل حال، انتصار بالطبيعه معناتها دخل الفرحه سواء معناتها في صفوف اللاعبين، وانا قلتها حتى بعد المباراه اللي مش يخلينا على الاقل نخدموا في اجواء طيبه معناتها، ونحضروا بها الماتش الجاي ضد فريق رادس اللي هو فريق زاد لا يستهان به معناتها من الامكانيات وكل الظروف هذه معناتها كنا نبحثوا عليها عندنا مده، خاطر كنا تحت ضغط تحب ولا تكره مع ملاعبيه معناتها صغار، ديما نرجع ونقول مش صغار معناتها في العمر، صغار ما خذاوش برشا فرص معناتها نتاع لعب، ما عطاوهمش قبل فرص نتاع لعب، طبيعي جدا معناتها مش تكون الاخطاء وارده في كل مباراه وما يتعلموا كامل الاخطاء نتاعهم، لكن ان شاء الله معناتها مع الانتصار هذا والاجواء الطيبه يزيد ياخذوا ثقه اكثر في انفسهم معناتها ويحسنوا من الامور نتاعهم، وهذا يصب معناتها في مصلحه الفريق ومصلحتنا نحن قبل انتهاء معناتها الفتره الاولى اللي هي اخر مباراه هذه. ان شاء الله نتعاونوا الناس الكل باش نزيدوا الرصيد نتاعنا 3 نقاط اللي على الاقل تعطينا شحنه معنويه باش نبداو مرحله الاياب معناتها. والله العظيم الساعه مرحبا الحياه افام، الحياه افام، ونقولوا نحن فهمت الربح يجيب الربح، والربح راهو يدخل فرحه في الاحباء، فهمت ليه؟ وتشوف انت اللي عامت اللي صعدنا عام 2009 فهمت كيف الناس البلاد كلها وراو الريزلتات ترجع بالفرحه على البلاد الكل، فهمت؟ وان شاء الله نحن نقولوا فما بوادر خير، فهمت ليه؟ 3 ماتشات تيلانين كيما ماتش جندوبه، كيما ماتش القلعه، كيما ماتش العمره ربحنا فيه، فهمتي؟ وان شاء الله على اللي مالي فهمتي ليه نواصلوا كنا عملوهم نحن فهمتي 13 ماتش و 14 ماتش بارتيات كوب، فهمتي ليه؟ واسمع هنا ندعو الجمهور الساعه للدعم الجماعي، فهمتي؟ راه ما فماش امور ماديه ويكذب عليك اللي يقول لك فما لجنه دعم ولا لجنه دعم، فما حتى لجنه دعم، فهمتي؟ الجمهور هو الوحيد المتنافس للشباب، وبارتي فهمتي ليه رادسي لازم تكون قالاه فهمتي ليه ويعملوا فيها تساكر رمزيه باش يدخل الجمهور ويدعم جمعيته.
راه ما فما حتى موارد مالية للقارة الجبلية. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.